حلقة جديدة بيت العيلة اليوم الخميس 10 ديسمبر 2015. بسعد بوجودي مع حضراتكم اليوم مع الزميل عبد الغني الملكي اللي هيلقى حضراتكم في أولى موضوعاتنا للطرح اليوم عن الخداع العاطفي. هيكون ضيفه الدكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسي وعضو الجمعية العالمية للصحة النفسية وحوار مفتوح حول مفهوم الخداع العاطفي. أما تاني موضوعاتنا النهاردة فهنتكلم عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهيشرفنا أستاذ إيهاب راضي المحامي ورئيس مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان. ببدأ مع حضراتكم بطرح مجموعة من الأخبار وأبرز يعني الأخبار اللي نشرت في صحف اليوم هتناولها بالتحليل مع حضراتكم الكاتب الصحفي أستاذ صلاح النصيري الكاتب صحفي مجلة أكتوبر. مساء الخير يا فندم على حضرتك. نورنا النهاردة. خلينا بأول الأخبار. الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع رئيس برلمان اليوناني لبحث دعم التعاون. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل يعني بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد رحلة إلى اليونان. هذه الرحلة كانت بتتناول جوانب يعني سياسية أيضا واقتصادية في مناحي مختلفة. تفاصيل اكثر ومع لقائه مع رئيس البرلمان اليوناني تحدث عن ان احنا يعني انتهينا للتو من الانتخابات البرلمانيه ونحن بصدد البدء في يعني المرحله البرلمانيه الجديده. يعني في البدايه يعني نتحدث بشكل سريع عن زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لأثينا في اليونان. هي تاتي ضمن مجموعه من جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول الخارج لتوطيد العلاقات واعاده دور مصر الريادي مره اخرى للصداره. الحقيقه طبعا كانت المره هذه القمه هي القمه الثالثة التي التقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس قبرص ورئيس الوزراء اليوناني. المرة الأولى كانت في القاهرة، المرة الثانية كانت في قبرص، والثالثة في أثينا. واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن المرة القادمة سوف تكون في القاهرة. الحقيقة تناولوا عدة قضايا على المستوى الداخلي لدى الدول الثلاث، أيضا على المستوى الخارجي لدى دول المنطقة على الإطلاق. كانت تتصدر أولويات هذه القمة ما يخص الدول الثلاث من الداخل واقتصاديات هذه الدول والتعاون من كل في كل المجالات الاقتصادية والسياسية. الحقيقة كانت بتتصدر هذه القمة ما يحدث في المنطقة من إرهاب. تحدثوا عن أن العلاقات القبرصية اليونانية المصرية لابد أن تعود مرة أخرى كما كانت في السابق. تحدثوا عن أن هذه القمة هناك العديد من المقترحات بين الدول الثلاث رؤساء الدول الثلاث لابد أن تفعل في الفترة القادمة بحيث تكون إجراءات تنفذ على أرض الواقع. تحدثوا أيضا على القضية السورية على اعتبار أن القضية السورية هي القضية الأكثر الحاحن على الساحة السياسية يعني العربية والدولية أيضا. تحدثوا عن القضية وأن القضية السورية لابد أن تحل، أن القضية السورية من أكثر القضايا التي يعني عادت على المنطقة بالخطر، وخاصة أن سوريا بها داعش هذه المنظمة الإرهابية التي تهدد العالم على الأجمع. تحدثوا على أن لابد أن تفعل اتفاقات جنيف الخاصة بسوريا لنعود بسوريا دولة آمنة كما كانت في الماضي. أيضا القضية الليبية يعني تحدثوا عن أن القضية الليبية لابد أن تحل، لابد أن يكون هناك حلول سريعة وجذرية، لابد من دعم الشرعية الحكومة الشرعية في ليبيا يمثله من خطر المصري بالضبط على الحكومة الحدود المصرية وأيضا على المنطقة بأكملها، لأنه ليبيا أيضا بها برضو حتى على أوروبا لأنه برضو تنظيم داعش الإرهابي موجود في ليبيا برضو بكثرة، ولا بد من السيطرة أو دعم الحكومة الشرعية للسيطرة على هذا الأمر لتعود ليبيا مرة أخرى كما كانت في الماضي. أيضا لم تختفي القضية الفلسطينية. تحدثوا عن لابد أن تقاتل
فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية. يعني ما كان ملفت في هذه القمة أن زعماء الدول الثلاث لم يتركوا قضية واحدة في المنطقة، لأنهم أكدوا وإلا وناقشوها، لأنهم أكدوا على أن هذه القضايا هي عبارة عن سلسلة تكمل كل منهم الأخرى لإعادة الأمن والأمان للمنطقة والعالم أجمع. ومثل هذه العلاقات المصرية الدولية بالتأكيد بيكون لها مش بس على الشأن المصري الداخلي، لكن أيضا على الوضع الدولي ككل. خلينا ننتقل مع حضرتك لخبر آخر بيقول مجلس الوزراء يشكل مجموعة عمل لمراجعة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل. يعني هل بتعتبر يعني مجموعة العمل أو البدء في المشروع الجديد للتأمين الصحي سيكون بداية إن شاء الله لحل يعني هذه المشكلة وهذه الأزمة يعني خلال الفترة المقبلة؟ يعني خلينا نتفق ان المرحله اللي احنا فيها يعني انا بتصور انها تختلف عن اي مرحله اخرى في اي مشاريع قوانين او اي مشاريع بتحاول الحكومه المصريه ان تقوم بها. هذه المره او هذا التوقيت بالتحديد يختلف عن اي مره من المرات السابقه او الانظمه السابقه. المرات بتحاول الحكومه جاهده انه هي تغير ما كان يحدث في الماضي من بيروقراطيه واسباب بتعطل هذه مثل هذه المشروعات. بتحاول جاهدة انه هي توصل لي في هذا الامر بالتحديد، توصل لمشروع لقانون فعلا يوصل التأمين الصحي للمواطن البسيط اللي موجود في اقصى الشمال وفي اقصى الجنوب. الحقيقة رئيس الوزراء في اجتماعه بالامس اوصى مجموعة من الوزراء على رأسهم وزير الصحة، وزير التخطيط، وزير المالية، وزير التربية والتعليم، هذه المجموعة لتحاول الوصول بهذا القانون بحيث نصل إلى الأهداف الحقيقية المرجوة منه. احنا عندنا مشاكل كتير في التأمين الصحي في السنوات العديدة الماضية، إلى الآن في اللحظات اللي احنا فيها موجود في مشاكل برضو موجودة لغاية دلوقتي. بنحاول نحل المشاكل دي. في ميزانية ضخمة جدا للتأمين الصحي، لكن هناك مشاكل داخل التأمين، داخل منظومة التأمين الصحي موجودة لغاية النهاردة بنحاول نحلها. احنا لو اتكلمنا على مستشفيات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية بتبذل مجهود، لكن هذا المجهود به فساد، بيؤدي الى فساد هذه المنظومة بالكامل. ما بيوصلش المواطن البسيط هذا التأمين الصحي اللي المفروض بيوصل له عن طريق دولة بتصرف مليارات من ميزانيتها عشان المواطن البسيط يوصل هذا الأمر. لكن أنا بتصور أنه المجموعة اللي تشكلت دلوقتي بتحاول تتلاشى كل هذه الأخطاء اللي كانت بتحدث في الماضي. الميزانية بتتغير، الميزانية لابد أن يحدد لكل بند من بنود ما يحدث في التأمين الصحي بند مالي معين، بيكون في رقابة مش من وزير الصحة، من الحكومة نفسها ومن من كل مؤسسات الدولة لما يحدث في الفترة اللي جاية. عشان كده إذا هم نجحوا في هذا الأمر احنا هنقدر نوصل لتأمين صحي سليم. ما نجحوش في هذا الأمر هنكمل على أخطاء الماضي، وبالتالي احنا ما عملناش. بس أنا بتصور انه ممكن يحصل بداية كويسة إن شاء الله. وزير القوى العاملة من أهم القوانين التي سيناقشها البرلمان. معروف طبعا أنه في عدد كبير جدا من القوانين إن شاء الله يعني هيتم يعني إصدارها من خلال هذا البرلمان الجديد. كان في حديث عن يعني القوانين اللي تتعلق بحقوق الإنسان بما أننا بنحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ووزير القوى العاملة بيتكلم عن قانون سوق العمل، وده الحقيقة يعني بيشمل جزء من أجزاء قوانين حقوق الإنسان اللي بتتعلق بالعدالة الاجتماعية يعني مسألة الحد الأدنى والأقصى للأجور. إلى أي مدى مثل هذه القوانين في رأي حضرتك هتؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي؟ يعني هو الحقيقة العمل من القوانين اللي احنا يعني محتاجينها جدا في الوقت الحالي، لانه احنا فعلا محتاجين انه عندنا يكون عندنا قانون عمل يؤهلنا ان احنا نكون في مصاف الدول المتقدمة فيما يخص المواطن وفيما يخص المواطنين داخل المؤسسات الحكومية او داخل مؤسسات الدولة ايا كانت حكومية او خاصة. وزيرة القوى العاملة الحقيقة
بتبذل مجهود في هذا الأمر في مشروع هو مشروع قانون اجتمعت ما انفردتش بنفسها في مشروع القانون، اجتمعت ب كل المجموعة اللي بيخصها هذا الأمر. الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كان طرف في هذا الأمر، الاتحاد العام لنقابات المستقلة طرف آخر في هذا الأمر، ممثلين عن الشركات والمصانع ورجال الأعمال وكل ما وكل المؤسسات الخاصة في الدولة أيضا هذا طرف ثالث، بالإضافة إلى وزيرة القوى العاملة اللي بتقول احنا بنطرح الموضوع، احنا ما بنفرضش مواد في هذا القانون على أحد، احنا بنطرح الموضوع عشان نوصل لصيغة ترضي كل العاملين في الدولة بكل مختلف مؤسساتها سواء عامة أو خاصة. أيضا هي ركزت في هذا القانون على انه لابد ان يكون هناك حد اقصى، وقالت كمان وبالفعل هم بيعملوا لجنه بيسموها لجنه الاجور عشان تقدر تحدد مساله الحد الاقصى اللي يتناسب مع الاسعار اللي موجوده، بيتناسب مع التضخم اللي موجود في الدوله، بيتناسب مع بحيث يبقى العامل في الدوله في مؤسساتها الخاصه او العامه بيبقى قادر على انه يعيش. طبعا في لجان اخرى في هذا الامر برضو بتحاول توصل بكل ما يخص مواد القانون لصيغة نهائية تكون تصب في مصلحة العامل في الدولة. بالضبط. في يعني مؤتمر او منتدى العربي الرابع لاسترداد الاموال المهربة في الخارج، وزير العدل الزند بيلقي كلمة بيحث فيها الدول التي تلقت اموال مهربة الى التعاون مع مصر في استعادتها. مثل هذه المنتديات والمؤتمرات وهذه المطالبات في رأي حضرتك قد تبدي في هذه المسألة ام يعني لابد من اتخاذ اجراءات اكثر تفعيلا؟ يعني هو الحقيقة يعني مستشار أحمد الزند هو ألقى كلمة افتتاح المنتدى الرابع، هذا المنتدى الذي أقيم في دولة تونس الشقيقة، أكد على أنه هذا المنتدى لابد أن يفعل بشكل قوي جدا ويكون مؤثر في الغرض الذي أنشئ من أجله وهو استرداد الأموال المهربة للخارج. الحقيقة بذل في هذا الأمر منذ ثورة 25 يناير جهود ضخمة، ولكن للأسف يا فندم هذه الجهود معرفش المواطن لا يستشعر أنها بتؤتي ثمارها، وهي بالفعل يعني لكن احنا دلوقتي بنحاول المنتديات دي. بيؤكد المستشار الزند على ان المنتدى لابد ان يكون فاعل، ودعا المستشار الزند لإقامة المنتدى القادم في شرم مدينة شرم الشيخ، وأكد على انه لابد ان نتخذ خطوات جادة في هذا الامر للوصول لحل هذه الامر، لانه طبعا اموال مهربة للخارج الحقيقة اموال ضخمة جدا كتير من شأنها. بس هو المهم بين المؤتمرات دي يعني تفعيل الخطوات تفعيل يوم تحدثوا في هذا الامر تفعيل هذا الامر، لكن انا بتصور انه اذا تم بالفعل تفعيل المنتديات دي واصبح في لجنه بتتابع الخطوات بشكل سريع ممكن يحصل تقدم في هذا الامر، ممكن نوصل حتى الى مرحله حتى لو بسيطه في ما يخص الاموال المهربه. مصر والسودان وإثيوبيا يبحثون دفع مسيرة مفاوضات سد النهضة، هيتوجه الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إن شاء الله إلى يعني العاصمة السودانية الخرطوم لحضور الاجتماع السداسي اللي بيضم وزراء المياه والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا لبحث سبل التوصل لحلول عاجلة للقضايا وأهمها طبعا قضية سد إثيوبيا. مرة أخرى برضو يعني نعود لنتحدث عن قضية سد النهضة. هذا السد الذي يعني حدثت حوله وتحدث وإلى الآن تحدث حوله طبعا في إشكاليات كبيرة جدا، مفاوضات وأحاديث، ومرة العلاقات المصرية الإثيوبية، ومرة تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبيا، ومرة لبعض المسؤولين في مصر، لكن هي الحقيقة هي يعني ده كله بيحصل لأنه هي قضية شائعة
شائكة، هي قضية تخص الأمن القومي المصري، وبالتالي احنا كلنا قلقين، المواطن نفسه اللي هو ما لا يعني أي شيء ولا ما يعرفش يعني اقتصاد دولة وما يعرفش يعني قوم، حتى المواطن ده وصل القضية وصلت له فكرة سد النهضة، فكرة ان احنا ممكن في يوم من الأيام يكون عندنا المية ممكن يحصل فيها أزمة، سد النهضة ممكن يمنع المية اللي داخل، أو حصة مصر التاريخية ممكن تتأثر، كل الكلام ده بيخلينا نتكلم حوالين هذا الأمر لأهميته. لكن أنا بتصور أنه الفترة اللي عادت حدثت كثير من المشاكل أو من المشاكل بين مصر وأثيوبيا والسودان حوالين هذا الأمر، المفاوضات مش جاية على ما نتمنى، يعني في مفاوضات لكن هذه المفاوضات مفاوضات بطيئة، مفاوضات هي تتسم بأن الجانب الأثيوبي بيماطل في هذا الأمر. لماذا هذا الأمر؟ لماذا الأمر؟ احنا اتفقنا على أن أثيوبيا من حقها التنمية، ومن حقها أن تقيم هذا السد، ليست على حساب حصة مصر التاريخية، لأن مصر لا تسمح لأثيوبيا أو غيرها من الدول أن تمس أمنها القومي، سواء من ناحية المياه أو من ناحية أي كانت النواحي الأخرى. يعني المرة دي احنا بننتظر الحقيقة، جاي بعد جدل كتير حوالينا هذا الأمر، بنتمنى أن يكون في الحقيقة قرارات سريعة ترضي الدولة المصرية وتؤدي إلى أن احنا نبقى مطمئنين على أمننا القومي. بشكرك أستاذ صلاح الكاتب الصحفي مجلة أكتوبر، شكرا جزيلا فندم. شكرا لك. مكملين حلقتنا بيت العيلة بعد الفاصل مع دكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسي وعضو الجمعية العالمية للسرطان، في ثانية الفقرات وهنتكلم فيها عن موضوع يمكن عدد كبير مننا تعرض له أو بنتعرض له يوميا بأشكال مختلفة، الخداع العاطفي. الضغوط اللي بنعاني منها كثيرة، وبالتالي بتخلي البعض مننا عند سماع كلمات بسيطة مغرية، كلمات لطيفة في بعض الأحيان، نكتذب لأشخاص وإحنا مش عارفين حقيقة مشاعرهم تجاهنا أو العكس، وده بيوقعنا في كتير من المشاكل، لأنه في حالة الاحتياج العاطفي الشخص بيبقى مستعد إنه يسمع أي كلمات وينجذب ليها. إزاي ممكن نفرق بين المشاعر الحقيقية، المشاعر الصادقة، وبين الخداع؟ وده موضوعنا النهاردة، الخداع العاطفي. معنا ضيف مميز للغاية وهو قدير في هذا المجال وفي هذه الموضوعات، هنرحب به ونفتح معاه هذا الموضوع ونعرف منه ازاي نتعرف على المشاعر الصادقة ونهرب من الخداع العاطفي. هنرحب بأستاذ دكتور أحمد هارون المستشار العلاج النفسي والعالمية للصحة النفسية. أهلا بك يا دكتور. ازيك، بيعمل ايه؟ سعداء ونسعد حضرتك. انا اللي سعيد بك جدا، كتر خيرك. فكرة المشاعر يا دكتور، يعني هل الناس بتفكر وبتحسبها، ولا في كثير من الاحيان الناس بتسيب مشاعرها وبعدين لما يحصل مشكلة ما تقعد تفكر انا ازاي كنت سايب نفسي لهذه الدرجة، وازاي وانا قوي وانا مسيطر وانا بكل امكانياتي دي خدعت بهذه الطريقة؟ لما بتاعت حضرتك هايلة، وفرت علينا كلام كتير او ممكن نحاول نبسطه للناس. هو فكرة ان مين اللي بيتخدع عاطفيا وايه هو الخداع العاطفي. الخداع العاطفي ان انت بتتخيل تعرضك لهذا الموقف من المشاعر او الاحاسيس او الاهتمام ان انت المقصود بيه، وان مفيش حاجة مقصودة بيه تانية، وبتلاقي عكس هذا التخيل فيما بعد، سواء الفترة اللي انت خدعت فيها كانت قصيرة او طويلة، سواء كم الخداع كان كبير او صغير، بس انت تعرضت للخداع فعلا. اللي بيحصل هنا ان في ناس اكثر عرضة للخداع العاطفي عن غيرهم، ويمكن هنختلف عن اللي كنا بنقوله قبل الفقرة، ان الستات هم الاكثر عرضة للخداع العاطفي من الرجال. ليه؟ لان الستات عندهم ذكاء عاطفي مضاعف، يعني كم الذكاء العاطفي عندهم 3 اضعاف تقريبا عند الرجالة، وده راجع لان باقي السنترز اللي موجودة في البرين اللي هو موجود في الدماغ بتبقى اقل بكتير. نبدأ بحاجة بسيطة جدا دايما بنكررها، ولكن عشان نوضح للناس ايه الفرق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء ناقصات عقل ودين. بعض الناس بتستغل هذا الحديث استغلال خاطئ على غير دلالاته، ولكن التفسير الارجح علميا لهذا الحديث، واحنا مطالبين كنفسيين وباحثين وعلماء في علم النفس ان احنا نوضح للناس ازاي فهم الدلالة النفسية للاحاديث النبوية. وزن المخ عند الست، المخ اللي هو هنا
ده ملوش علاقة بالعقل، لسه هنتكلم عن العقل قدام شوية. المخ ده وزنه عند الست أقل من وزنه عند الراجل ب 250 جرام. فبالتالي حجم المخ أقل. فدي ناقصات عقل. ليه؟ لأن بتلاقي كل السنترز اللي موجودة في البرين صغرت. لذلك في الشهادة فقها لا يؤخذ بشهادة امرأة واحدة. اثنين. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ليه؟ لأنها بيبقى عندها مشاعر جياشة جدا. ممكن لو القاتل مثلا لها استحالة كون أنا مش أنا اللي أنا شفتيه يخلق من الشبه 40 تقول لك لا مش هو يا سيادة القاضي. تمام؟ ناقصات دين اللي هي وقت معين مش بتؤدي العبادات بتاعتها. فمن هنا جت كلمة أو مفهوم ناقصات عقل، وده اللي اتعمل له ديستورشن أو تشويه فيما بعد إن هم مش أذكياء. بالعكس، ستات أكثر ذكاء من الرجالة، وستات أكثر صلابة وأكثر قدرة على إن هم يكملوا، وده اللي بيسموه إيه؟ كيد. يعني الكيد هو الذكاء بشكل مضاعف. تمام؟ وده الشيء الوحيد اللي ربنا خلقه واستعظمه، إن هو كيد النساء. كيد كن عظيم. تمام؟ الامر الثاني اللي بيخلي الناس اكثر عرضه للخداع العاطفي مش بس ان هم عندهم مشاعر جياشه او ذكائهم العاطفي عالي او مشاعرهم ملتهبه بشكل عام، ولكن قله خبراتهم الحياتيه. ان حد ما تعرضش لخبرات حياتيه كتيره فبيلاقي اهتمام، فبيخيل له ان هذا الاهتمام من العاطفه الجياشه اللي هو محروم منها، فبالتالي بيقع فيها. الامر الثالث هنوضحهم كلهم بالتفصيل. الامر الثالث هم الناس اللي عندهم اسهال في المشاعر. اسهال المشاعر ان انا دايما وانا بتكلم مع حد اما اسلم عليه اسلم واحط ايدي عليه قوي كده. اللمسه دي قوي كده دي ممكن تفرق عند حد كتير. يعني ممكن كأنك بتحضن حد مثلا فتمسك ايده وتضم عليها كده. الناس اللي عندهم اسهال في المشاعر تلاقيه هو بيحضن حد بيسلم عليه يحضنه قوي، حتى لو راجل او ست. خد بالك الخداع العاطفي بيبقى برضه بين الرجاله مع بعض وبين الستات مع بعض. النمرة أربعة، ودي الحاجة الأخيرة في الخداع العاطفي، هي الناس اللي بتتاجر بعواطف ومشاعر الآخرين، ودي أخطرهم الحقيقة. الفكرة إنه اللي بيخدع ده بيبقى قاصد في الحالة الرابعة أهداف من خداعه. ولا في بعض الأحيان بيتورط في الحالة الرابعة. أيوه يتورط دي في الحالة الثالثة. احنا قلنا في الحالة الرابعة ده بيحط استراتيجي معينة، وانا عارف ان فلانة دي عندها مشاكل في البيت، وان فلانة دي باباها شديد عليها، وان هي عندها قسوة في البيت من زمان، فببقى اقرب ليها واهتم بيها واركز معاها. ده اسمه خداع عاطفي. اما في المرحلة اللي قبلها الخداع ده الهدف منه ايه؟ انه يوصل معاها المكسب مادي او معنوي، او انها توصل معاه المكسب مادي او معنوي، لان الاثنين بيمارسوه، او ان راجل يوصل مع راجل لمكسب مادي او معنوي. يعني لو واحد بيخدع مديره عاطفيا، انت ابويا وانت الامل اللي انا بحيا بيه، وشخبطت سيادتك تخطيط للمستقبل وشلوت سعادتك دافع للامان، وده خداع عاطفي. ان هو ما بيلاقيش احيانا بعض الرؤساء في العمل، يعني بيكون في مرؤوس معين هو الافيونه بتاعته. يروح مكان العمل لو ما لقاش فلان يقول لك مش قادر اشتغل هاتوه. طب بيقول عايز فلوس اكتر، ضعفوا له اللي بياخده. ليه؟ لانه تورط في الخداع العاطفي. بيكون هذا المسؤول عنده كم من الحرمان العاطفي، لها علاقه بوالده، لها علاقه بزوجته، لها علاقه بنشاته النفسيه، بيعوضها له هذا المرؤوس اللي بيلبي هذا الاحتياج العاطفي سواء كراجل او ست. كذلك عند الستات تلاقي واحده متعلقه بزميلتها جدا. وانا فوجئت الفتره اللي فاتت وانا بحصر الحالات اللي بتجي لي العياده، ان انا لقيت حالات كتير جدا من الاكتئاب عند طلبه الجامعه، البنات تحديدا، جايه بسبب الصداقات. ان تلاقي بنت مش داخله الامتحان، لا انا مش هكمل مع اصحابي دول. طب واصحابك دول ايه علاقتهم بالجامعه؟ دول اهم عندي من الجامعه. تخيل. طب انت مش عايزه تكملي معاهم ليه؟ فوجئت ان هي ما بتحبنيش. يعني ايه ما بتحبكيش؟ ازاي يعني فوجئت ان هي ما بتحبكيش مع انها ما حبيتك؟ يعني ما تكملي مستقبلك ودراستك؟ ما تقدرش. عشق لا حدود لي. هنا مش واحده بتحب واحده ولا واحده بتحب واحد، ده هنا كيان نفسي تم تورطه بشكل كبير جدا في هذا الكيان التاني. ومن اخطر الامور اللي ممكن نلفت النظر ليها في مسألة الخداع العاطفي، ويمكن ذكر بعض الحالات النفسية على الميديا، افكسي اخلاقيا يجوز ما دمنا مش هنذكر اي تفاصيل عنها. بنت لطيفة جدا كانت متعلقة بصاحبتها بشكل كبير قوي، ومن كتر ما هي متعلقة بيها فكرت ان العلاقة اللي البنت التانية مع ولد زميلهم علاقة مش كويس، او ان الولد ده هيرتاحها، او انه هيضحك عليها. ف
فهي قررت من مشاعر الحب اللي بتكونها لزميلتها انها تتدخل علشان خاطر تمنع العلاقة دي انها تستمر. فبقت تكلم صاحبتها على انها ولد في التليفون، وبقت تشغلها وتقول لها كلام لطيف وكلام كويس. بالاستمرار بقت هي كمان تستمتع بالمكالمة انها ولد. بص الكارثة بقى لسه جاي. بعد شوية بقتش عارفة تعيش كأنها بنت، يعني بدأت بأنها مهتمة بصاحبتها وعايزة تخرجها من مقلب هي تقع فيه أو من وجهة نظرها، يعني بدأت في الخطوة الثانية أنها تتكلم على أنها ولد، ده كان في مكالمات قصيرة. المكالمات ابتدت تزيد، تقمصت الدور جدا، ما بقتش عارفة تتخلص منه. فتحول بعد كده حتى النون فيربال كوميونيكيشن بتاعتها، لغة الجسد بتاعتها بقت شبه الولاد. وبقت ما بتوصلش للنشوة او الاستمتاع الا وهي بتمارس دور الولد في التليفون. ده اقصى درجات الخداع العاطفي. الحالات بتكتشف ازاي دكتور؟ شوف عادة الخداع العاطفي في الاربع اشكال اللي احنا اتكلمنا عنهم بيختلف اكتشافه من حالة الى اخرى. يعني في النموذج الرابع، واعتقد ان حضرتك يعني كنت بتتكلم قبل الهوا كلام منطقي جدا عن هذا النموذج، الناس هي اللي بتكتشفه. يعني زي ما حضرتك ذكرت كده ثقافتك ورجحتك ما شاء الله عليك، قلت ان النموذج ده بعض الناس بتفاجئ ان هو لا بيمثل عليها. لا ده الدكتور احمد ده ما بيحبنيش، ده هو بيقول لي كده بس علشان خاطر. شويه بشويه بتكتشف كل الشخصيات المحيطه بهذا الشخص ان هو كده. كل ما يكلم حد انت حبيبي، انت اغلى واحد عندي هنا في المكان، وانا باجي هنا غير عشانك، هو انت، كلام من هذا القبيل. كل ده بيخضع تحت بند الخداع العاطفي، وده بيحصل كتير قوي في المؤسسات اللي فيها رجاله وستات وما فيهاش شغل. زي المؤسسات الحكوميه، الفراغ يعني. الفراغ انك تدخل، ها هنفطر ايه النهارده، طيب هنصلي مش عارف ايه. احيانا تخش الدكتور فيهم بيصلوا مثلا جماعه، ايه يا جدعان ده الكلام ده ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده خالص. لا ايه ما ينفعش، ايه ده ربك رب وراح مخبط لك هنا. تمام، قلوب يعني. طيب ما بيفطرش في بيته، هو بينزل طبعا من البيت علشان خاطر هيفطر هناك، علشان خاطر بيعيش حاله من الاهتمام بشخص اخر، او بيستجلب اهتمام الاخرين بيه ان هو يقدم لهم الاهتمام الاول. الحقيقه اكثر حالات الما هي الحاله الرابعه دي، لان هذا الشخص اللي بيمارس هذا الخداع العاطفي بيعاني من بعض المشاكل النفسيه احنا بنحطها تحت بند السايكوباتيك ديفيشن او الانحراف السايكوباتي، اللي هو بيكون بينصب او بيتاجر بمشاعر الناس، يعني بينصب عليهم بمشاعرهم. والنصاب دايما فارسته مين؟ الطماع او المحروم. فلو حد عنده شره في المشاعر، اللي هو النموذج الثاني اللي اتكلمنا عنه، هيلجأ لان هو يدور على حد يضحك عليه لا شعوريا. هنا بنتكلم النموذج ده بيبقى موجود، هو اتولد كده، ولا النموذج ده عنده نوع من الحرمان عاشه في حياته وفي مراحل ما ابتدى يبقى الشخص ده اللي هو السايكوباتي ده؟ لا انا بتكلم على الشخص اللي عنده الحرمان. الشخص اللي عنده غالبا، يعني اجمعت اغلب الدراسات العلميه، ان هو بيبقى راجع لاول 6 سنين من حياته. اول 6 سنين من عمره. من احد الحالات اللي كنت ناقشتها في مؤتمر دولي، كانت حالة متعددة الزيجات بشكل كبير جدا. ويمكن مناقشة الحالة انا استأذنتها هي نفسها، وهي طلبت انها بعد ما تمثلت للشفاء انها تشارك في المؤتمر، انا رفضت يعني، قلت لها لا احنا هنكتفي بتسجيل كتابي انت تقولي. الحالة دي كانت متعددة الزيجات بشكل كبير جدا، وكانت من وقت للتاني اطول زيجة لا تستمر معها 8 شهور. فتزوجت عدد كبير جدا من الرجالة وهي عمرها ما حست بحاجة، وعمرها ما حست انها حبة واحد، ولا حست انها ملهوفة لشخص، ولا كانت متقبلة اصلا ان حد يقرب منها. بتحليل الحالة عملنا سايكو اناليسيس بالفري اسوسيشن اللي هو التداعي الحر، وابتدينا نجمع وراها ونسجل الداتا بتاعتها كويس قوي، ودخلناها بقى في حاجات العوام من الناس بيسموها التنويم المغناطيسي، ولكن هي اسمها التنويم بالإيحاء، وطلعت حاجات كتيرة جدا للأسف كلها راجعة لأول 6 سنين من عمرها. تخيل لأني مرحلة بالضبط، من 2 لـ4 سنين. اكتشفنا ده من مناقشة الأم بعد كده في جلسات أبعد، إن الأم ما كانتش بتحضن البنت دي أصلا، ولا كان حد بيتواصل معاها جسديا في البيت. يعني كان باباها ما يمسكش إيدها، ما يحضناش، ما يبوسهاش. كانت أمها مخلفة عدد كبير جدا من البنات،
وما بتحبش خلفة البنات فكانت بتعملهم وحش. فكان البنت عندها نوع من الشره العاطفي المتمثل في الاستجابة الجسدية. وصل لك؟ يعني أمور بتكون أكثر خطورة من ذلك، ولكن الناس يعني بتندهش لما بتسمع هذا الكلام، ولكن بيعمل مشاكل أكبر أكثر مما نتخيل. الضغوط النفسية اللي موجودة في المجتمع من الأسباب ده الناس بقت بتلهف وراء الحياة وعايزة تخرج من ده بأي شكل، فمستنية أي محطة أتوبيس يقف عليها حد لطيف، لأنه الناس كمان ما بقتش لطيف. الناس مش فاضية تفكر ولا تجامل ولا تتكلم كلام لطيف ولا تعمل الكلام ده، فأول واحد بس يجي يقول كلمتين لطاف كده سواء رجل أو امرأة بيبقى عنصر جاذب بشكل كبير. كلامك منطقي جدا، وده حقيقي أن أصبح المفروض أنه يحصل أمر مختلف وجوده أو نادر وجوده أو نادر حدوثه. أحد المواقف اللي شفتها في إحدى محاضرات الأسبوع اللي فات في الجامعة، فلقيت حد جاي بيقول لي ممكن حضرتك تكتب لي إهداء على كتاب من كتبك؟ فقلت له تفضل، فلقيته كاتب تحت اسمي الدكتور اللي بيقول صباح الخير. فبقول له انت ايه عامل ايه الوصف يعني ايه اللي بيقول صباح الخير؟ فانا ظنيت ان هو شيء من التهكم، فقال لي اصلا انا بستغرب جدا انك دايما بتمشي الصبح مبتسم وتخش تسلم علينا واحد واحد. فقلت له اعتقد ان دي حاجه يعني احنا بنمارس البوزيتيفيتي مع الناس. قال لي حضرتك لو قعدت مكاننا استحاله هتلاقي حد بيخش على الموظفين يقول لهم صباح الخير للدرجه دي. فتخيل لما واحده تكون قاعده واحد يدخل يقول لها كلام حلو، او يقول لها انت مالك شكلك النهارده كويس كده ليه، وهي سامعه طقطقه الصبح طبعا جايبه اجلها يعني قبل ما تنسى. زي حضرتك تفضلت بالظبط ان الحرمان العاطفي هو اهم محطه الناس بتقف عندها وبتتورط في الخداع العاطفي. النموذج احنا قلنا الرابع وقلنا قبلها الثالث اللي هو بيتصرف بعفويه وما بيقصدش، اللي ممكن فعلا حد يتعلق بيه اللي هو زي البنت اللي اتعلقت بصاحبتها. النموذج الثاني وده اللي احيانا ما بيبقاش واخد باله هو وقع في ايه. يعني بيخرج من علاقه لعلاقه وبيترجم كل الاهتمام انه مشاعر، واي حد يتصل بيه ويسال عليه يبقى بيحبه، واي حد يهتم بيه. هنا الجروح النفسيه بتبقى عامله زي الجرح العادي جدا بس ما عليهوش بلاس يعني بلاستر ولا ملزوق عليه شاشه. فاي ناموسه هتقف على الجرح ده هتخلي جسمك كله يتاثر بيها. الخداع العاطفي كده. وهقول لك على مفاجأة كمان، ان اكثر الناس عرضة للخداع العاطفي الناس الصارمة الريجيد. يعني لما تلاقي مديرة في العمل داخلة بتشخط وتزعق وتنطر ويقول لك دي قاسية جدا، تأكد ان ليها هتقع. ليه؟ لان عادة الست بالذات بتعمل حاجة اسمها رياكشن انفورميشن، يعني بتعكس اللي جواها، فتلاقي جواها حرمان شديد انها تسمع كلمة حلوة، فبتسمع كل الناس كلام سيء، ما تكلمش حد كويس، تنفعل على كل اللي تحتها، تحضر الميتنج تقول يا ساتر يا رب جبت لنا الست دي منين، وهكذا الرجال. لذلك لو واحد شديد الذكاء ادرك معامل السوشيال اي كيو، خد بالك غير معامل الاي كيو العادي. يعني لو واحد ذكي في الدراسه والتحصيل ده ملوش علاقه بان هو ذكي اجتماعيا. لو واحد ذكي اجتماعيا والسوشيال اي كيو بتاعه عالي، لقط هذا الشخص سواء كان ست او راجل بيعرف يدخله ويوقعه في الخداع العاطفي. يعني الدكاتره النفسيين بيبقوا عارفين الشخصيات وممكن يدخلوا لهم. انتقل لنقطه من النقاط المهمه، فكره انه في مجتمعات ده الحرمان ده امر منتشر فيها. لانه حتى في كوميك كده على النت لما حد مصري بيكلم حد من بلد تانية فقالت له ازيك انت، قال انا بحبك. أيوة. يعني فعندنا انطباعات انه الشعب المصري زي ما بيقال باللفظ الدارج بيحب على نفسه. يعني هل دي حقيقه ولا ده امر ملوش علاقه بالمجتمعات ولا الثقافات؟ لا حقيقي جدا، ولكن مش الشعب المصري ممكن يحتل هذه المرتبه، وفي مراتب كمان اخطر منه. يعني اكثر ظهورا في المجتمعات العربيه وخصوصا الخليجية. المجتمعات الخليجية بتبقى اكثر انغلاقا من هنا، ما فيهاش اختلاط، ما فيهاش فالمشاكل فيها بتبقى اكبر. يعني في مجتمعات ما فيش ستات بتظهر، وتخش المطعم تلاقي ده للعائلات وده للشباب، وده ممنوع حاجات. كل ما زودت الفصل وحبكتها بهذا الشكل قوي، كل ما خلقت بعض الدفوهات الاجتماعيه والنفسيه عند الناس اكتر. لان اصبح هنا منطق الممنوع مرغوب هو السيد، وبقى الانسان دايما بيفكر في كل حاجه مش موجوده. انا عارف زي فكره ان هم يلاقوا واحده منتقده فيعكسوها، فتقول له انت عكستها ليه؟ يقول لك كان شاغلني قوي هو ايه اللي تحت النقاب. لذلك بعض الناس
وده برضو نوع من انواع الخلل النفسي، ان ممكن يلجأ لهذا الامر انها تنتقد مثلا كنوع من انواع لفت الانتباه مثلا. يعني انا مش بتكلم في حاجه دينيه، ولكن ممكن انها تلجأ لحاجه زي كده، او كنوع من انواع التميز او التفرد، او ان انت تخلق الشهوه المعرفيه عند الطرف الثاني بان هو يفتش وراك ويعرف انت ايه، العينين دي تحتها ايه، طب متركب عليها مناخير شكلها ايه، طب باقي التفاصيل شكلها ايه، في حين ان هو لو شاف حد معدي ما يلاقيهوش. واحنا بنشوف الكلام ده مثلا هنا في مصر في شرم والغردقه، لما تروح شرم تلاقي السياح ماشيين بكيني قطعه واحده ومفيش حد بيعكسهم، واحده مصريه ماشيه ببنطلون قصير كلهم ما يعكسوها. ايه يا عم شعوره، بتشجع منتج بلدك قوي كده يعني؟ بس بتلاقي ان هو ميال اكتر لانه يدور على البحث ما وراء الواقع اللي قدامه، ودي رغبه نفسيه بتكون موجوده عند الرجاله ضعف الستات. الستات ما عندهاش طولة النفس قوي كده، لا يعني خيالها سريع، الست خيالها سريع جدا، من الاعجاب للحب للتعلق للجواز ومن الراجل ده للراجل اللي بعده. كنت حضرتك بتكلمني عن نموذج بالمشكله اللي حصلت للسيده، انه في المرحله العمريه الاولى الاحساس ده كان مفقود، ما كانش فيه نوع من التلامس والاحضان. في كتير من الاحيان بنحاول نعمل حاجز بيننا وبين ولادنا علشان ياخدونا نموذج، عشان يخافوا مننا، وعشان ما يغلطوش، وعشان ما يبقاش الحياه صنف صوص كده سهله، فيبتدوا ياخدوا علينا زي ما بيقال بالبلد، وده ممكن يعمل ازمه بعد كده. ده ازاي ممكن نعمل يعني ناخد الحسنيين من الموضوع، ان احنا نحب ولادنا ونقول لهم لفظا، لان احنا كمصريين لفظ ان حد يقول لحد بحبك دي مش كلمه دارجه، وبعض الناس بتشوفها تقيله على نفسها انه يعني يعترف لحد انه بيحبه وامتلكه وما الى ذلك، نعمل ده ازاي؟ احييك على ذكر فيما ذكر في السيره النبويه لما دخل سيدنا الحسن الاخ الاكبر لسيدنا الحسين، وكان جدهم سيدنا النبي موجود، فلما دخل الحسن قبله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل الحسين رضي الله عنه قبله صلى الله عليه وسلم، ولما دخلت زينب البتول قبلها صلى الله عليه وسلم ووضعها قال ها أنت ها هنا وحطها على كتافه. فأحد الرجال اللي كانوا عندهم في المجلس قال والله يا رسول الله إن لي 10 من الأبناء ما قبلت أحدا منهم قط. كان رد النبي هنا صادم جدا، تخيل قال ايه؟ قال وما بالك ان كان الله قد نزع الرحمه من قلبك. ففي بعض الناس فعلا بتتعامل بهذا الجفاء مع اولادها، ده اللي بيخلق حاله من الحرمان فيما بعد، وده دايما اللي بيخلي كتير من الاطفال او المراهقين بيكون اكثر تعلقا بالوالد من الجنس المخالف. انت عارف الاباء ممكن يحبوا البنات، يكون عنده بنت هي المدلله، والامهات تحب الولاد، ودي عقده بتمثل مشاكل نفسيه كبيره قوي، ممكن نبقى نتكلم عنها في حلقات ليها مرجع نفسي. طبعا عندنا حاجه اسمها عقده اوديب وعقده اوليكترا. اوديب واوليكترا الاثنين بيحصلوا في اول 6 من العمر، ويعني دي قصه بتخلق برضه مشاكل بتخلق مشاكل كبيره جدا، ان انت بتلاقي كل مشاكل الست دي في حياتها راجع لعلاقتها بابوها، وكل مشاكل الشاب ده في حياته راجع لعلاقته بامه. ولكن على النقيض برضه بتلاقي ان في كتير جدا من الستات بتتعامل بشكل مبالغ فيه في التواصل الجسدي مع الابناء، وده برضه بيعمل حاله من النفور العاطفي بقى. بيعمل حاله نفور عاطفي، مش خداع، مش حرمان عاطفي يؤدي للخداع، لا بيعمل نفور عاطفي يؤدي للخداع. يؤدي للخداع ازاي؟ ان هو بيكون كاره التواصل، كاره ان يبقى فيه واحده في حياته، فتلاقيه بيعمل علاقه مع 3-4 سيدات حواليه او بنات حواليه علشان خاطر يبقى هو بس المرغوب، لانه عود من والدته طول عمره انه يكون مرغوب. وده برضو درجه من درجات الخداع العاطفي. يعني الخداع العاطفي حاجه، هو كور بليف، معتقد رئيسي ان انا لازم اعمل ده، سواء بعمل ده عشان انا محروم عاطفيا فبعمله من غير مشعر، او بعمل ده عشان انا عندي نفور عاطفي فلازم افضل طول عمري انا المحبوب والمقبول المرغوب من كل اللي حواليا، او بعمل ده من غير قصد ان انا حد حبوب ولطيف فبتفهم غلط في وقت من الاوقات، او بعمل ده عن قصد وتدبير ونيه مسبقه ان انا اوقع الناس كلها في هذا الشراك، وكلهم اسوأ من بعض، بس اختارهم النوع الرابع لان هو بيبقى عنده النيه المبياته انه يخدع اللي قدام، يعني بيبقى عنده هيدن اجنده من العلاقه دايما، حتى ان كان، وده خد بالك بينقسم لكذا نوع فرعي ما بينهم، يعني السايكوباتيك ديفيشن مش نوع واحد ان هو الدحلاب والساهي والداهي، لا ده انت ممكن تلاقي حد عنيف يعني بيتعامل مع الستات احيانا بعنف، ففي ست ياثر فيها جدا هذا التعامل.
يعجبها جدا هذا الاسلوب من العلاقه، فتقع في شباكه مثلا او تخضع عاطفيا فيه. وفي نوع اللي هو الكرياتيف، السيكوبات المبدع. والسيكوبات المبدع ده يعرف ازاي يتعامل مع كل الناس. يعني انا هقابل الاستاذ عبد الغني، ده انا عارف عيد ميلاده النهارده، طب اروح ادخله بهديه. فتلاقي هو اصلا ناسي ان هو عيد ميلاده النهارده، فيفاجئ، فبقى انا حد عنده ما حصلتش. انا مش بعمل كده حبا فيه، بس بعمل كده عشان اقسره، عشان اجيبه ناحيتي، عايز اقول له انت انا اهم واحد في حياتك، مفيش حد يحبك قدي. النوع الثالث اللي هو السيكوباتي بقى الدحلاب اللي احنا بنقول عليه، اللي هو راجل يعني بيتلون بكل لون وكل شكل. الموضوع في بعض الاحيان يا دكتور بيبقى مرتبط بمرحله عمريه او بسن، لانه في مرحله ما بنت ابتدت تكبر شويه، فما كانش في علاقات عاطفيه او ما فيش خطوبه او جواز، فتبقى على استعداد اكتر من الاخريات انها تخدع، يعني هي ماده خصبه للخداع. والعكس رجل يعني برضو اقترب من السن، رجل عنده مجموعه من المشاكل عاوز يخرج منها، فبيبقى اسهل من غيره في انه يخدع. الكلام ده صحيح مرتبط بالسن ولا لا؟ ده صحيح جدا السن، ويمكن تلبيه الامور النفسيه في المراحل العمريه. لو تخيلت كده من اول ما صحينا النهارده الصبح، على مدار اليوم عفوا في حاجات كتير احنا بنلجا ان احنا نعملها. يعني بصحى من النوم الصبح ببقى محتاج جسديا وبيولوجيا ان انا افطر، وببقى محتاج ان انا ابقى متخفف شويه من هدومي عشان انا بتحرك كتير، وببقى محتاج وهكذا. بعد الظهر ببقى محتاج ان انا اعمل حاجات تانيه، بالليل ببقى محتاج ان انا اتقل هدومي، وببقى محتاج ان انا اجهز نفسي لامور معينه. العمر كده، كل مرحلة عمرية ليها التزامات ومتطلبات نفسية. اللي حضرتك سألت عنه ده حاجة اسمها أزمة منتصف العمر. يعني ايه أزمة منتصف العمر؟ دي اللي بيسموها العوام من الناس المراهقة المتأخرة. ومفيش حاجة اسمها مراهقة متأخرة، مراهقة متأخرة اللي هي من بعد 18 حتى 21 سنة، دي اسمها المراهقة المتأخرة في العلم. أما اللي بيحصل من 45 ل 50 سنة دي اسمها أزمة منتصف العمر، ودي بتحصل عند الرجالة وعند الستات. بتحصل عند الستات ازاي؟ يعني هي موضوع كبير قوي، بس هنحاول نذكر الناس بيه. ان الست بتبدأ بيولوجيا تتغير، هرمونيا تبدأ تدخل في مرحلة انها تبقى آيس، يعني تفقد القدرة على انها تطمث او تبقى عندها الطمث اللي هي الدورة الشهرية. الراجل بيبدأ يحس ان هو كبر وعياله كبروا، ويبدأ يحس برضو ان هو افتقد حاجات كتير من حياته. فتلاقي تفكير الست ان انا اتجوزت بدري وخلفت بدري وحياتي راحت مني بدري، فانا محتاج اعيش حياتي. وتلاقي تفكير الراجل في نفس المنطلق برضو، ان انا ما ينفعش اعيش حياتي كده وابقى انا عشت ليك وعشت لولادي. فبيقعوا الاثنين في الخداع العاطفي، اما من هم اصغر منهم او من هم في سنهم. لكن الخداع العاطفي بيزيد ولا بيقل؟ اكتشافه بيقل، عند عدم اكتشافه بيزيد. الوقت بيمر دايما يا دكتور، لكن ان شاء الله بين لقاءات قادمه ونثير موضوعات اخرى، ونتشرف بوجودك معانا. وبشكرك كل الشكر دكتور احمد هارون، المستشار العلاج النفسي وعضو الجمعيه العالميه للصحه النفسيه. نراك على خير وخير. شكرا دكتور، وشكرا لكل المشاهدين لحسن متابعه هذه الفقره. معكم من ثاني لاستوديو بيت العيله. وفي 10 ديسمبر من كل عام بيحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان، وده اليوم اللي اعتمدت فيه الجمعيه العامه للامم المتحده الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وده كان عام 1948. ومنذ هذا التاريخ وبيحتفل العالم كل عام باليوم العالمي لحقوق الانسان. ما هي فعاليات هذا الاحتفال؟ وهل يتوقف الأمر عند الندوات والمؤتمرات فقط، أم أنه يتعدى ذلك للبحث عما وصلت إليه الإنسانية وعما تم تحقيقه من تلبية مطالب وحقوق الإنسان في شتى بقاع العالم؟ ده موضوعنا اللي بنطرحه للنقاش مع الأستاذ إيهاب راضي، المحامي ورئيس مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان. مساء الخير يا فندم. على بيكي، وأهلا بكل الناس في كل حتة، ودايما حقوقهم من صانة ونحافظ عليها ونكترها دايما يا رب. بداية يعني عايز ابدا مع حاجه كده بدايه يعني ساخنه الى حد ما، وهي الحقيقه حينما نسمع اليوم العالمي لحقوق الانسان يعني والعالم كله يحتفل والامم المتحده تحتفل، نضع العديد من علامات الاستفهام. الا ترى الامم المتحده ما يحدث يعني لعدد كبير من يعني الناس المشردين في البلاد؟ احنا في شهر ديسمبر، وده شهر بارد في عده بقاع من بقاع
العالم، في ناس لاجئين على حدود، في ناس مقيمين في مخيمات. ماذا تفعل، ماذا يفعل المجتمع الدولي وماذا تفعل الأمم المتحدة من أجل حقوق هؤلاء؟ يعني زي ما بنقول المجتمع الدولي بيعمل ايه في حقوق الانسان عامه. فانا حابب النهارده طبعا هرد على سؤال حضرتك، بس انا حابب كمان نقرب الموضوع للناس. عامل ايه في مصر حقوق الانسان في مصر عامله ازاي؟ ده بيمسنا واحنا في مراحل هنسميها لسه في مراحل انتقاليه، والامر معانا عامل ازاي وصعوبته عامله ازاي. حقوق الانسان ببساطه كده هي الحقوق اللي موجوده مع الانسان من اول ما ربنا سبحانه وتعالى خلقه. والحقوق ديت مش موجودة في مصر بس، ولكن هي مقصود بيها انها تكون لكل الناس في كل حتة في العالم. هي طبعا الحقوق اللي تكون للمواطن المصري والمواطن الامريكي طبعا والمواطن طبعا الفرنسي والمواطن اللي حتى في الصعيد، المواطن اللي شغال ميكانيكي والمواطن اللي شغال استاذ جامعة والمواطن اللي شغال ضابط. هي مجموعة حقوق لكل الناس، الهدف منها ان انتشار السلام والكرامة الانسانية في العالم كله. بيلتزم بيها كل الحكومات، بتلتزم بيها كل الهيئات اللي كل جوه دولة. حقوق الانسان هي في الاصل حتى لو مش موجودة جوه القوانين الداخلية بتاعتنا، أيوة، هي حق موجود هو مش منحة. طيب علشان اوضح الموضوع بشكل لمشاهدينا، عايزة بقى حضرتك تبسط ده، ان هناك حقوق انسانية عامة زي ما حضرتك اشرت لكل الناس في العالم، تمام، وهناك حقوق خاصة داخل كل دولة وكل منطقة على حدة. الحقوق العامة واللي من ضمنها طبعا حقوق الانسان المصري، تمام. الحقوق عامة هو من اول بيتولد ويبدأ بعد كده يتعلم، فعندنا حاجة اسمها الحق في التعليم. والحق في التعليم ده ان هو يتعلم بجد ويكون في تعليم محترم يوصل الناس لنتائج يقدروا يحققوا بيها حاجات على الارض، مش تعليم زي يعني انا مستاء ان انا بقول ان احنا الاحصائيات العالميه مصر في المستوى قبل الاخير في العالم في التعليم. فده معناه ان اللي كانوا بيشتغلوا على التعليم بقالهم 30 40 سنه ما يعرفوش حاجه اسمها حقوق انسان اصلا، وما يعرفوش حاجه اسمها التعليم بمعناه عامل ازاي. فنرجع نقول ان احنا من منطلق حقوق الانسان رقم واحد لازم نشتغل على التعليم ونصلحه. رقم اتنين الطالب او الطفل لما هيروح يتعلم ليه حق كمان في الصحه. هنتكلم في حقوق الانسان والتعليم. الحق في الصحه، ان ازاي حق في الصحه يبقى ليه في مستشفيات حقيقيه، تمام، المستشفيات تعالج الطفل دوت، دي هي حقوق الانسان الحقيقيه، ان المستشفيات تعالج الطفل ده بشكل كويس، ان يبقى عنده اكل. الحق كمان في الصحه، ان يبقى في اكل وشرب كويس، ما يخلناش يبقى عندنا ملايين المصريين عندهم انيميا. مش انيميا بس، ده احنا عندنا فشل كلوي وفيروس سي وكبدي، ما هو ده كله جاي من عايز اقول اهمال في حقوق الانسان. احنا قلنا التعليم وقلنا الصحه وقلنا والامان، يعني المسكن الامن، المسكن، الحق في المسكن ده حق من حقوق الانسان. الحق في الحياه، الحق في الامن، في كل التفاصيل. والامن ده بقى لازم نقف النهارده تحديدا عنده مع المصايب اللي حاصله عاملاها وزاره الداخليه الفترات اللي فاتت، اللي هي محل تحقيق لحالات القتل في كل حته، يعني بلاش كل حته عشان بلاش تعميم، لاكثر من حالات تعذيب وقتل في السجون. وده بيرجعنا الى مرحله ما قبل بصراحه 25 يناير، ولازم اداره الدوله بما فيهم الرئيس الجمهوريه بما فيهم رئيس مجلس الوزراء ينتبه ويحط خطه عاجله لحل الازمه دي. ان لازم المواطن يرجع، لا لازم اكمل دي اتفضل، ان لازم المواطن يرجع يحس بالامان تاني. هو قبل 25 يناير الناس كلها كانت بتطلع في كل حته ليه؟ كان من الاسباب الرئيسيه اللي خلت 25 يناير تكون موجوده هي الحاله السيئه او حاله الامن السيئه، ان المواطن ما كانش بيبقى عنده حاله طمانينه، ما بيعاملش معامله فيها كرامه انسانيه جوه، طبعا جوه المستشفيات ده موجود وجوه المدارس، بس كمان جوه اقسام الشرطه. حالات الوفيات اللي بتحصل كل فتره دي لازم يعني يسال، بلاش يحاكم، وان كان هو يحاكم ويسال وزير الداخليه عليها، ويسال الضباط، ويسال كمان الناس اللي بتحط خطط المتابعه الامنيه في السجون عامله ازاي وفي الاقسام عامله ازاي. هو اعتقد ان هو اشار، هو اشار لانها دي حالات يعني تم التعامل معاها. انا عايز اكون امين لاقصى درجه، اذا ما قدرناش نعرف المشكله فين مش هنعرف نحلها. بالزبط. احنا بدانا نرجع تاني لفكره ان كل مشكله تقف قدامنا بدل ما نمسكها ونعرف المشكله ايه ولازم نعالجها. ممكن في عندنا اخطاء فرديه، بس الاخطاء الفرديه دي طول ما احنا بنقول طول ما بيقول ان احنا ما عندناش مشكله هتزيد وهتكمل. بدل ما واحد يموت واثنين يتعذبوا وثلاثه مش عارف ايه، يبقى عندنا يعني في اقسام شرطه بصراحه يعني اقدر اقول انها تكاد تكون سيئه السمعه في التعامل. المتهم الناس في الشارع كلها تبقى عارفه ده، ان المتهم سواء عمل او ما عملش ده يقولوا عليه المحكمه من وقت ما يقبض عليه
إلى أن يصدر حكم براءته أو إدانته وعمل معاملة إنسانية طبعاً كل الحالات. يعني خلال هذه الفترة وده حقوق بينص عليها القانون والدستور أيضا يعني. بس خلي بالك الدستور بيقول. بس الدستور مع صنع يعني جاي ينطلق من المحل بعد كده خروج الدولي. إن الدستور بيحاطط مواد في غاية الأهمية وفي غاية رابع في تقدير الدستور 2014 ده لو اتطبق بس بحالاته سواء حاجات ليها علاقة بعدم التمييز أو أمور ليها علاقة بالأمن أو أمور ليها علاقة بتطبيق المواثيق الدولية أو أمور ليها علاقة بالجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وحرية عمل المجتمع المدني لو قدرنا نشتغل على الدستور ده ونطبقه نحوله قوانين ونصلح القوانين عشان تتفق مع الدستور ونطبق الكلام العظيم اللي موجود ده يعني الدستور دايما بتبقى كلاسيكية بتدي حقوق كتير انما على الارض ما بلاقيش ده على بتوصل للمواطن في الصعيد وفي الدلتا وفي كل حته لازم تفعل هذه القوانين عشان فالحكومه وبناشد رئيس الجمهوريه ان يحط اليه مع الحكومه تمام. انها تبدا تشتغل والبرلمان اللي جاي اذا كان عايز يشتغل اللي جاي قدامه عدد القوانين الخاصة بحقوق الإنسان يعني من وليه حق كمان يراقب الحكومة هتفضل الحكومة من غير ما حد يراقبها وفي الآخر نبقى عندنا ميراث في تقديري من الفشل أيام مبارك وقبل مبارك وما بعد مبارك في كل المراحل في تقديري احنا بنورث أولادنا الفشل يعني تخيل حضرتك ابن حضرتك وابني بعد شوية لما يتعلم في التعليم اللي فيه مشكلة ده لما يأكل نفس الأكل والشرب اللي بيجيب ربنا يعافي الناس كلها مشاكل في الكبد والكلى لما يروح يتعامل شرطة في حالات سيئة بالشكل ده احنا نورث لأولادنا ايه يعني فعلى أجهزة دولة كلها من دلوقتي انها تفوق وتبدأ تحط خطة وتتعاون مع المجتمع المدني ومع القانونيين ومع كل اجهزه الدوله ان احنا نحط خطه نصلح عندنا مشاكل لازم نعترف ان عندنا مشاكل وعندنا مشاكل في كل حاجات نبدا نقاومها بس هنقاومها ازاي واحنا طول الوقت ان حد يتكلم على الاختفاء القسري تطلع كتير من اجهزه الاعلام والحكومه ومسؤولين يقول ما فيش حاجه عندنا اسمها اختفاء قسري التعذيب ما انا بصراحه لا يعني انا جاي النهارده وانا يعني عندي عايزه بس اقول لحضرتك يعني حابه اكتر نتناول اكتر يعني حضرتك اخذ وقتنا كتير يعني حضرتك عايزه اتكلم عن الجزء ده الخاص ب يعني ببعض المؤسسات الدوليه ومن بينها الامم المتحده اللي احيانا بتغض البصر عن حقوق الانسان في جانب ثم تجدها تصرخ يعني عن حقوق الانسان في مواقف فرديه يعني وبسيطه داخل دول مش المجتمع الدولي مش مجتمع ملائكه كويس في بعض الدول ليها مصالح في العالم ففي الاخر بتعمل لمصالحها الشخصية تقدر تقوم قضية أو تنيمها أو ما إلى ذلك بس الأمم المتحدة ليها عدد من الآليات وعدد من الأجهزة مفروض أنها بتشتغل في كل العالم على أن هي تعمل حالة من حالات التوعية بحقوق الإنسان تفرض حالة من حالات الكرامة الإنسانية تدي زي ما حضرتك قلتي في بعض الدول اللي عندها إشكاليات زي أهلنا في سوريا ربنا يكون معاهم ده بقت سوريا واليمن وليبيا ويعني عدد كبير من الدول العربية الوطن العربي يعني كله ربنا يحمي مصر ما نوصلش أبدا لدوت ربنا الحمد لله إن احنا يكون في عون بقية الدول يعني تخرج من كبوتها الأمم المتحدة عندها أكتر من جهاز بتشتغل عليه عندها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ودي بتشتغل من خلال ليها مكتب في جنيف وليها مكتب في نيويورك وليها 15 مكتب إقليمي و15 مكتب محلي بتشتغل على حقوق الإنسان بشكل مباشر في الدول ديت بتشوف الإشكاليات إيه وبتتصدى ليها بتحاول تحلها وهي مش شيء بشيء يذكر بتحاول من سنين كثير إن يبقى ليها مكتب في مصر والحكومة المصرية ما رضتش بشكل مباشر على إن هي توافق أو ما توافقش ده جهاز الجهاز الثاني هو المجلس الدولي لحقوق الإنسان وعنده آليات هو مقره برضه في جنيف وعنده آليات كتيرة أهمها حاجة اسمها اليو بي آر المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في الدول وبدأت الآلية دي في سنة 2010 مصر اتعرضت للحالة دي مرتين سنة 2010 وسنة 2014 تحديدا في 2014 في نوفمبر اللي بيحصل في الموضوع ده ايه ان الدول يعني بشكل تراتبي بالترتيب بتيجي تعرض حالة حقوق الإنسان عندها عاملة ازاي وبقيت الدول تقول ان مصر او امريكا او روسيا او اي دولة في العالم خلي بالك يا مصر خلي بالك يا دولة انت عندك مشكلة في حقوق الإنسان. هل ترى انه دي ذريعة بتتخذها بعض الدول ان هي تتدخل يعني في الشأن الداخلي لبعض الدول وده عملته اكتر من دولة كان من بينها الولايات المتحدة في ان هي تستخدمها كعصا ازعاج لهذه الدولة انه عندك مشكلة في حقوق الانسان في حين ان احنا وجدنا ان رئيس الوزراء البريطاني لما حدثت عنده مشكلة تتعلق بالارهاب قال ما حدش يكلمني عن حقوق الانسان لا 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 الكلام ده مش حقيقة على فكرة وهو الراجل نفسه لا انا ما قلت
وفقا لموثيق الدولية هقول بس وفقا لموثيق الدولية لا يجوز خلاص لا يجوز هو أو غيره يقول دي حقوقه وجهه كل واحد. هنعتبر ان ده كلام محرف. تمام. قالت ما تفعل الان ويعني وهي دولة يعني مؤمنة جدا بهذه الفكرة لكنها حتى وصل الامر الى اتجاه فيها التعديلات الدستورية فيما يتعلق حينما يتعلق يعني الامر بامن دولة هنا هذه الدول اصبح لديها ازدواجية في المعايير. لا يمكن ان دولة من الدول اللي احنا بنسميها دول عظمى ومنها في منها دول سيئه السمعه اصلا في الموضوع ده بس الاعلام بيخشى ان هو يتكلم عنها. امريكا فيها انتاجات في فرنسا في بلاوي كتير بس يمكن المجتمع الدولي بيغض الطرف عنها وده امر غير مقبول. فكره ان هي بتتدخل ده ما يعتبرش تدخل ان هي بتقدم التوصيات لكل دوله ومصر ليها حق لما يبقى امريكا يجي دورها في المراجعه الدوليه الشامله تطلع تقول ان امريكا عندها بلاوي كذا 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 ان تركيا عندها مشاكل بالشكل ده فرنسا عندها مشاكل بالشكل ده مش معنى ان دوله من الدول اللي احنا بنسميهم الدول العظمى عندها انتهاكات حقوق الانسان ان احنا ناخدها ذريعه ان احنا كمان ننتهك. لا احنا نقدر نقول ان هم لا يعني لما يكون عندهم اخطاء نقول في اخطاء بس هم كمان هل حقوق الانسان عندهم في تقديري ارقى بكتير من الولايات المتحده مش مسيطره بصوره على الامم المتحده بحيث انه يعني هذه الجهه اللي من شانها في بعض الاحيان انها تراقب وتتحدث وما الى ذلك بشان حقوق الانسان طبعاً لا يمكنها ان تتحدث عن الدوله اللي بترعاها يعني بشكل كامل. ده بيحصل ده انتهاك سيء السياسه السياسة الدول الامريكيه ولكن الدول بتلعب لمصالحها المنظمات الدوليه بتلعب لمصالح العالم بمعنى لما يكون في حاجه هدي مثال لمجلس الامن مجلس الامن في الدول الخمس الكبرى اللي ما ينفعش مجلس الامن يصدر قرار خاص بمجلس الامن الا بموافقه كل الخمسه الكبار خلاص سيبنا يعني دي اشكاليه وازدواجيه طبعا ما انا بقول لحضرتك العالم ما فيهوش ملائكه الدول بتعمل لمصالحها المنظمات بتعمل لمصالح الناس بس انا يهمني في كل دولة ان احنا يبقى جوه مصر نشتغل على فكره ان احنا نصلح من حقوق الانسان. الامر ده اتطور يا فندم خلال السنوات الاخيره يمكن سنوات ما كانش كتير من الناس يعني الغير مهتمة بالشأن السياسي بشكل كبير بتعنى بفكرة أو لديها خلفية عن مسألة حقوق الإنسان يعني مؤخرا لا أصبح كتير من الناس فاهمة يعني إيه حقوق الإنسان فاهمة يعني انتهاك الحقوق وفي بعض الناس كمان بقى عندها حالة من الوعي إن هي في بعض الأحيان متعرض لأي موقف تقول لا ده ضد حقوق الإنسان. بس خلي بالك ده كويس جدا يعني كلام مظبوط في إطار مثلا 20 سنة اللي فاتوا بدأ ما كانش عندنا حتى في منظمات حقوق الانسان موجوده وكان وجودها بيمثل ازمه للحكومات في وقتها انها بتفضح حالات بتمثل لها مشاكل. مع مرور الوقت بدا ده ينتشر الانتشار او كثره عدد منظمات المعنيه بحقوق الانسان بدات تنتشر في الشارع بدات تنتشر في الاعلام بدات توصل للناس في القرى والمحافظات توصل لهم توعيه يعني حقوق مرأة او يعني حقوق طفل ويعني حقوق عمال. بس خلي بال حضرتك كمان ان مع المسيره دي كلها على فترات الاعلام ويعني في تقديري ممكن يكون بتواجهات حكوميه او لا نقدر نبحث في الموضوع ده بيحاول يشوه سمعه العاملين في حقوق الانسان بالقدر اللي يخليهم ما يقدروش يشتغلوا كويس يفقد ثقه الشارع بيهم رغم ان هو في الاصل دوره ايه مفترض دوره يا فندم يعني ده انا محتاجه اوضح يعني حضرتك يعني رئيس لحقوق الانسان يعني مثل هذه المؤسسات طبعا مؤسسات مجتمع مدني تمام. ايه هو الدور المنوط بها ان هي تعمله في المجتمع لتضيف لهذا المجتمع وتعمل على تنميته والارتقاء به؟ بس في عدد كبير من المحاور عليهم الاول منظمات المجتمع المدني في منها اللي بيشتغل حقوق الانسان في منها بيشتغل على المراه في منها اللي بيشتغل على الطفل في منها اللي بيشتغل على العمال اصبح عندنا تخصصات كل اتجاه من دول بقى يحط خطة او مستهدف هو عايز يشتغل لمين عشان يوصل بيهم لرفع كفاءتهم او درجة وعيهم بكل قطاع من ده عامل ازاي سواء المرأة او طفل او العمال بيكون بالاساس ان احنا نقدر نشتغل على التوعية ان احنا نوصل للناس نقدر نعمل لهم برامج توعية سهلة نوصل لهم بشكل مباشر نفهمهم حقوقه عاملة ازاي وتقدروا تجيبوها ازاي ونقدر نعمله دلوقتي نقدر نحط خطط. بس ده كله ما ينفعش يتعمل الا لما يكون في جهد اكتر من الحكومه لتقويه المجتمع المدني وليس محاربته. ومصطلح محاربته ده يعني انا اصلا مفترض انها لا تشارك في التمويل مين الحكومه يعني هذه المنظمات يعني فعليا لا تشارك مثل هذه المنظمات لانها منظمات حره هي مجتمع مدني
مجتمع مدني في الاصل غير بالظبط. انما الاصل كمان ان ما يمنعش ان الحكومه يعني تدعمها، ما فيش مانع انها تدعمها، بس هي اصلا في تقديري ان هي ولا بتدعمها ولا بتسمح لها بالقدر الكافي ان هي تشتغل في الشارع، ولا بتسمح الفترات اللي فاتت كمان في رأيي الشخصي يعني بقى في تضييق على فرص المجتمع المدني هتشتغل وفرص المنظمات الدولية المعنية بالأمر اللي عندها عشان عندها تمويلات. عشان نبقى بنقول الطرف الآخر، ممكن يكون السبب في ده انه بعض منظمات لم تكن أمينة في عملها بصورة كبيرة وأساءت، يعني حتى لو كانت قلة لكنها أساءت. مش الأصل والمعيار هو القانون؟ مش ده معيار فين؟ كويس؟ في تقديري الشخصي أنا لم لا أذكر أن في قضية من القضايا اللي الإعلام بشوية كل شوية بيصيرها وعلى أثرها ناس بتمنع من السفر وناس تحبس ومش عارف إيه، ما شفتش أحكام قضائية بتقول المجتمع المدني مجتمع فاسد. يعني مش هو ده الفيصل اللي انا ما عنديش مانع ان ما كل الاعلام في قد يكون في ناس صالحين وناس فاسدين، الحكومه ممكن يكون فيها ناس صالحين وناس فاسدين. الاصل ان انا اعمل ايه؟ لو في حد فاسد اقومه بالقانون احكمه، ما فيش حد فاسد نقدر نقول يشتغل بمنتهى الحريه. انما فكره ان انا اقول بقى ان في بعض فاسدين مش فاسدين، الفاسد في اي مكان يحاسب حتى لو من منظمات المجتمع المدني. انما دي ما شفناش حد اتحاكم بالتهمه دي غير الاعلام عمال يشتغل على الموضوع ده طول الوقت، ولكن اثر ونتيجه ده ان الناس ما بقتش تعتبر دي اهم التحديات اللي بتواجهه يعني هذه المنظمات في خلال هذه الفتره. طبعا يعني محتاجين قانون للجمعيات الاهليه يكون اكثر مرونه يتفق مع المواثيق الدوليه، محتاجين حريه للمجتمع المدني ان هو يشتغل اكتر. يعني عندي اقتراح وكنت عرضته على احد المسؤولين من فتره وما قبلش باستحسان، انا بعرضه تاني دلوقتي واتمنى يكون حد من المسؤولين في الحكومه او رئيس الجمهوريه حتى سمعوا، للتعاون ما بين المجتمع المدني والحكومه، ان ليه ما يبقاش الدوله كل سنه تقول انا محتاجه المجتمع المدني، انا خطتي السنه دي بستهدف كذا، يا منظمات المجتمع المدني تعالوا ساعدوني. ما انا ما عنديش خطه بيعلنوا لا عليك. بس تعالوا ساعدوني يعني بيبان. ما انا هقول لك يعني الاعصاب مش نقرا الكف والوضع بصراحه كمان يعني تعالوا ساعدوني يا مجتمع مدني. لا انا ممكن اكمل الجمل بس اتفضل. يا مجتمع مدني احنا خطتنا في التنميه وفي حقوق الانسان ومكافحه الفساد والشفافيه، اكمل الجمل السنه الجايه كذا، تعالوا نحط خطه من بعض مع بعض نشتغل كلنا مع بعض. طول الوقت المجتمع المدني والحكومه في حاله تخوين متبادله، في الاخر نتيجتها ان المجتمع المدني بيعرقل في اداء عمله والحكومه بتطلع طول الوقت ان هي ما بتشتغلش. تعالوا نشتغل نشوف اليه نقدر نشتغل ايدينا في ايدين بعض بشكل جيد وبشكل يخلي الناس يعني تحس فرق، انما هتفضل طول الوقت في حاله من حالات الكراهيه المتبادله او حاجه. طيب هو مش المفترض انه مساله ما يتعلق بمؤسسات حقوق الإنسان إن هي تبحث مثلا في قضية مهمة زي التعليم، تمام، قضية زي الصحة حقيقي. يعني مثل هذه القضايا ليه يعني مش محتاجة إن الحكومة تقول يا منظمات أنا بحط آلية تاني نسهل على بعض بيها، بس ده موجود، بس طول ما أيوة بس حتى هذا الدور هو غير مفعل. يعني أنا لا أرى إن في كبير لمنظمات المجتمع المدني في مجال التعليم والصحة إلا يعني في حالات محدودة. تمام، دورة منظمات المجتمع المدني اللي شغاله، عدد المنظمات اللي شغاله الشغال بالفعل مش هي عناوين، يعني عناوين دي تقدر لا تقولي لي عناوين هقول لك اللي هي ايه وجبت منين عناوين شغاله او مش شغاله. ما هو ده اللي اقصده، ان الفكره الشارع يا فندم، الشارع جايب الكلام ده منين؟ يجيب الكلام ده من الاعلام، الاعلام ده يجيب الكلام ده منين؟ ده بقى اللي انا عايز اوصل له. الاعلام احيانا بيدير حملات من حملات التشويه اللي تيجي تمسكها في الاخر، طب مين عمل ايه؟ يعني ناس في فاسدين، مين الفاسدين؟ الناس اللي مش شغاله هو مين اللي مش شغالين؟ ولو مفرض ان في حد مش شغال، طب ما الدوله لازم او وزاره التضامن لازم تحط خطه تقعد مع الناس اللي مش شغالين ليه؟ مشاكلكم عامله ازاي؟ القانون نفسه قانون مقيد ومعرق. لو انت حضرتك عندك جمعيه عايزه تشهريها وتاسسيها، تخيلي شوفي ارجع للقانون بيقول كام يوم تؤسس وارجع للواقع العملي كام يوم تؤسس. لو منظمه دوليه عايزه تشتغل في مصر على الصحه او التعليم او اي حاجه وعايزه تعمل مقر ليها في مصر، القانون بيقول 60 يوم، جربي روحي اداره المنظمات الدوليه في الخارجيه قولي لها انا منظمه دوليه وورقي اهو واديني 60 يوم عايز اسس، يقول لك القرار مش بتاعي. انا لما ببعت الورق لجهات ولما الجهات ترد عليا، في حاله من حالات الرخوه في اداره الدوله بعيده عن المؤسسيه. انت بتقول انه هذه المؤسسات بتعمل، انا كمواطن ازاي بصرف النظر عن اي تشويه او اي حملات؟ تمام، حسب يعني لو هنقول
منظمات بتشتغل في حقوق الانسان، فتقدر حضرتك تعرف ايه اللي بتقدمه، تتابع التوعيه اللي هي بتعملها، تتابع لو هي بتعمل دعم قانوني تقدر تتابع هي بتعمله ازاي وتقدر تستفيد من الخبرات بتاعتها ازاي، لو بتعمل توعيه صحيه تقدر نروح لها نقول لها انت بتعملي ايه او ايه الانشطه اللي بتقدميها، بتقدر تعمل سواء الشغالين في العمال بيقدروا العمال او غيرهم يعني يقدروا بيرفعوا قضايا. عندنا منظمات شغالة في الطفل وفي العمال وفي المرأة بقى ليهم دور مهم جدا في مراقبة أداء الحكومة وفي توعية الناس بحقوقهم، عمالة الأطفال على الأقل ورفع القضايا، ويعني ارجع في تعاونهم حتى مع المجالس المتخصصة اللي الناس شايفة ان أداءها كمان هو غير مرضي، الناس شايفة كده في الشارع ممكن يكون شايفة كده زي المجالس القومية المرأة وحقوق الإنسان والطفل وما إلى ذلك. شوف المنظمات دي بتخبط على باب قد إيه، إحنا عايزين نشتغل معاكم. المنظمات دي في الشارع ما هو اكيد مش كل المنظمات رائعين، بس هتلاقي في منظمات جيده جدا بتشتغل، منظمات ضعيفه شويه محتاجه تشتغل بشكل احسن وشكل افضل، بس مش هنقدر نحكم على كل المنظمات انها سيئه او كويسه، بس نقدر نقول ان احنا نحط قانون كويس يساعد كل الناس على انها تشتغل، اللي يخطئ نحاسبه. القوانين المواعيد اللي موجوده فيها تطبق فكره مؤسسيه الدوله، دي فكره مهمه جدا يعني فكره مهمه كمان عشان محاربه الفساد، سواء بقى الفساد اللي في التعيينات، فساد في يعني فساد موضوع فساد، واحنا من الدول سواء في التعليم او في مكافحه او في الفساد في تقديري مستوانا سيء يعني انا حزين ان احنا لما بنروح في لقاءات دوليه مع دوله زي تونس، تونس دوله شقيقه ورائعه، لما بنقعد مع بعض نتكلم على التجارب احنا بتاريخنا الكبير ده ما نجيش في تقديري نص المشوار اللي عملته تونس في حقوق الانسان. شوفي وضع المراه في تونس عامل ازاي، شوفي وضع التعليم في تونس عامل ازاي، شوفي الحكومه عندها بتشتغل وبتعمل اعتبار لحقوق الانسان ومكانه المراه ازاي. يعني ما هو يعني تونس بجنبنا مش بعيده، بس هم قدروا يمسكوا المشكله عامله ازاي، قدروا يحطوا حلول، قدر المجتمع، انت عارف المجتمع المدني في تونس النهارده واخد جائزه نوبل، عارفه الفكره دي، عارفه يعني ايه عندنا في مجتمع مدني في دوله عربيه. هو ده اللي بقوله يعني هو ده الحقيقه برضه نقطه خلاف، لكن ده اللي بتكلم فيه من البدايه انه لابد ان يلمس المجتمع ككل، دور المجتمع المدني ده التساؤل اللي انا بساله اول حاجه، ده لمس ليه المجتمع المصري لا يلمس هذا الدور يعني انا لا اقل اذا اعتبرنا هذا الجهد يعني لكنه صحيحه، فعشان يشتغل كويس لازم يبقى عنده قانون وفلسفه دوله بتساعده عشان ماذا اعطتهم تونس بقى علشان قدروا يحطوا خطه يقولوا احنا من اولويات وفلسفه الدوله ان التعليم عندنا ده اولويه اولى، هندي فلوس للتعليم، هنحط خطه للارتقاء بالمناهج التعليميه، هنحط خطه للمعلمين، فهيطلع عندنا من الاول يعني خلال مراحل التعليم ولد وبنت رجل وامراه عنده قدر من العلم كبير وعلم حقيقي وعلم صحيح تقدر بيه ننفتح على العالم، فيطلع لك رجل ومرأة عندهم العلم ده كويس، هيطلع رجل ومرأة عندهم قدر من المساواة وعندهم فهم حقيقي، فاهمين ان هما الاثنين زي بعض، الاثنين يقدروا الاثنين يقدروا يخدموا البلد. هيخلي الافكار البعيدة او يعني في تقديري السيئة اللي موجودة في الثقافة المصرية ان المرأة هي لها دور تاني او لا ناقش الناس في الصعيد، بس هما بشكل كبير عندهم الثقافة جات منين؟ جت منين؟ الثقافة اللي بتيجي دلوقتي لازم تزرعها مفاتيح. وفي وعي عالي جدا بحقوق الإنسان. جه منين؟ خطة الدولة وفلسفتها إن إحنا هنعمل ده، إن إحنا ده عندهم، كنت قاعد مع أصدقائنا في تونس، يعني أنا بغير جدا من تونس بصراحة، لأنها أقرب نموذج لينا. عندهم مفوضية بتشتغل على حقوق الأجيال اللي جاية، إن هي إزاي تضمن للأجيال اللي جاية تعليم وتضمن رخاء وتضمن اقتصاد وتضمن صحة. إحنا لحد دلوقتي مش عارفين أو مش عايزين بقى إن إحنا نحط خطط نلحق الناس اللي بتموت كل يوم من الفشل الكبدي وفيروس سي. يعني بنتكلم في علاج بنصرف عليه ملايين وده يشكر للدولة إنها بتشتغل ده، بس الدولة كمان ما بتفكرش أو مش شايف لها خطط إنها بتشوف مسببات أمراض الكبد إيه، ما بتعالجش المية بشكل كافي، ما بتقدمش صحة بشكل كافي، التلفزيون بيعرض كل يوم الأكل اللي مرشوش
مش عارف ايه او مروي بميه ايه او مش عارف ايه. ما لازم الدوله بعض الانضباط، لا مش بعض الانضباط، تحط خطط حقيقيه نقدر نحاسب بيها الدوله والحكومه من دلوقتي عشان نضمن صحه ولادنا. ما يعني انا مش هكون مبسوط ان ولادي لا قدر الله يعني ما يتعلموش كويس او هيبقى عندهم امراض. لازم من رئيس الجمهوريه مرورا بكل الناس يفكروا من دلوقتي ويساعدوا، يعني كلنا نشتغل مع بعض، رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمجتمع المدني والناس في الشارع كلها، الناس كلها ممكن تساعدهم في لو لقوا حاطين خطة وقلنا عايزين نشتغل ونعمل ده. إنما أنا حاسس إن كل حد شغال مع نفسه، إن الناس مش قادرة. ونتمنى حين مناقشة هذه القوانين في مجلس النواب آراء من الشعب أنفسهم يعني بهذا الخصوص. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ إيهاب رادي المحامي ورئيس مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان. شكرا يا فندم. شكرا ليك وكل أمنياتي للمصريين بفضل يعني. شكرا إن شاء الله. أشكرك فندم. شكرا لحضراتكم متابعة حلقة اليوم من بيت العيلة إن شاء الله.